اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا في زينه وفقره مطبخ زينه. معانا ومع حضراتكم الشيف محمد ابو رواش، برحب بيك واهلا بيك معانا. اهلا وسهلا. قولي المنيو بتاعك ايه النهارده؟ في عندي لحم باري قطع. جميل. هنعملها مع الصوص اللي هو البيبر اللي هو الفلفل اللي هو الاسود اللي هو المجروش. تمام. طبعا مع الكريمه اللباني، وفي عندي طبق رواق هنعمله هنا على البوتاجاز كده من فوق. تمام، باللحمه. وفي عندي ميكس سلطه. طيب يلا نبدا بايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بالرواق الاول. بالرواق الاول، تمام. عندي هنا مقاديرك، زيت وزبده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في عندي الجلاش، الجلاش بتاعي. هو جلاش ولا رقاق؟ جلاش. جلاش. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده طبعا قصه على قد الطاسه بتاعتي. تمام. بسم الله. ده بدل الصينيه، يعني بدل ما يتعمل في صينيه. ده حضرتك بقى ايه يعني، ايه سريع. تمام. وبرضه ايه بعيد عن حته الفرن يعني. ودي حاجه جديده وسهله. ومش هنحتاج نحط لها بقى زبده كتير وحاجات. لا 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 لا. حطيت هنا اللحمه بتاعتي وحطيت الجلاش بتاعي. ابتدي احط الطبقه بتاعتي الجميله ديت. طب مش هت ما بتحطلهاش زي الجلاش التاني زبده وكده تاني؟ ايوه. دي سنه خفيفه كده. طيب. مش عايز ازود يعني كتير عشان اللحمه برضو فيها برضو اللي هي الدهون بتاعتها. تمام. بيبقى كام رق تحت وكام رق فوق؟ يعني اربع رقات واربع رقات. بس كده. تمام. ولو حد مش حابب اللحمه المفروم كان يحط لها مثلا اي حاجه تانية بقى، جبن مثلا، ميكس جبن على فلفل الوان على كده. ممكن فلفل الوان مع الجبن. سوسيس يعني لو حد حابب عشاء مثلا يتعمل خفيف ممكن يتبدل. تمام. طبعا انا بشاكل الحاجه بتاعتي كده. هي بتاخد وقت قد ايه؟ ما بتاخدش وقت على طول. هو طبعا بالنسبه للجلاش بتاعي العجينه رقيقه فما بتاخدش معايا وقت. تمام. تمام. هنشتغل بقى في اللي هو البيبر ستيك. اوكي. عندي هنا زيت وزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا اللحمه بتاعتي قطعه لحم من اللي هو الفيليه البقري، متبلها بملح وفلفل. تمام. وهنبتدي ننزل الاول بالفلفل بتاعي اللي هو المجروش. اوكي. لازم الفلفل المجروش بتاعي ان انا ابتدي بيه الاول عشان ادي لي اللي هو التيست اللي هو بتاع الفلفل. واللحمه لازم تبقى ملح وفلفل بس، مفيش بهارات ولا حاجه ولا ملح وفلفل بس حضرتك. طيب اوكي. ابص كده على الجلاش بتاعي شغال اهو زي الفل. طيب اللحمه هل ليها نوع معين علشان ما تبقاش عشان تستوي بسرعه ولا اي حاجه؟ بالنسبه حضرتك اللي هو العرق الفليتو اللي انا واخد منه قطعه اللحم ديت. طبعا دي اطرى حته لحمه بالنسبه للموضوع اللي هو الايه اللحمه بتاعتي اللي هو العجل بتاعي اللي انا بشتغل بيه اللي هو البقري. طبعا دي ما بتاخدش وقت يعني 10 دقايق بالظبط. يعني الفليتو اكتر حاجه ما بتاخدش وقت في السوا. دي ما بتاخدش ساعتك وقت، يا دوبك انها تتبل. هي ريحتها طلعت. الفلفل بقى ده اللي هو الفلفل بتاعي. الفلفل ولا مدي الصوص بتاعي. في عندي هنا عندي الدمجلاس هنا. تمام. في عندي بقى هدي هنا بصله كده مفرومه صغيره، شويه بصل صغير. طب الدمجلاس الناس بتعمله الاول في الميه ولا كده بالباودر كده عادي؟ لا 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 مفيش مشاكل خالص. يعني حتى كده عادي مفيش مشكله، مش لازم يدوبوه في الميه الاول؟ عندي هنا الزبده بتاعتي انا نزلت خلاص خدت اللي هي البراح بالنسبه للموضوع ان انا اعمل الصوص بتاعي ما فيهوش مشاكل خالص. طيب تمام. وممكن برضو في شويه ميه باردين ممكن ان انا برضو انزلهم في قلب ال يعني بس وانزل بيهم على الفيديو. تمام. في بالنسبه لي انا عندي هنا لبن. في عندي هنا البطاطس اللي انا هعمل طبعا هقدم مع الفيليه بوريه. طب دي ايه بطاطس ايه دي اللي انت حاططها؟ دي عندي ده بوريه بودر جاهز بالنسبه لي ما فيش اي مشاكل خالص. انا مدي مع اللبن هنا فلفل ابيض
وملح. يعني نحط لبن وفلفل ابيض وملح وشويه زبده وزبده وايه البيريل الباودر ده ايه؟ ده سعادتك ده اللي هو ده البيريل اللي هو الباودر بدل البطاطس اللي بنسلقها. ايوه حاجه تانيه. بطاطس جافه تمام جاهزه. بنزل هنا بمقدار مع اللبن بعمل اللي هو البوريه بتاع ما بياخدش مني اي وقت. بس لو ناس حابه تعملها بالبطاطس العاديه تعملها. لا مفيش اي مشاكل عندي خالص. حضرتك عاوزه تعملها بالبطاطس العاديه اعمليها. هدي هنا شويه كريمه لباني. هنا بالنسبه للفيليه بتاعي هدي له هنا الكريمه اللباني بتاعتي ديت. ولبن كريمه لباني ولبن ولا كريمه لباني بس؟ كريمه لباني بس. اوكي كده البوريه بتاعي جاهز. خدش وقت. ملح وفلفل وممكن ادي له شويه جوز الطيب برضو ان هو يعلي الطعم بتاعي. تمام. سلطه. دي سلطه ايه بلدي بعدين؟ دلوقتي ايه؟ سلطه بلدي عاديه ولا سلطه ايه؟ لا ده انا هعمل اللي هو الديكوريشن بتاعي. تمام. هو ده الطبق بتاع ايه؟ بتاع ال ده سيادتك بتاع الفريه. بتاع الفريه؟ اوكي. والفريه ده ما خدش وقت خالص. بص هاتك دي اطرى حته لحمه بالنسبه للذبيحه بتاعتنا ما بتاخدش وقت. طب في ناس بتجيب ال اسمها ايه التاني؟ في قطعه اللحمه في اللي هو الستيك. ده برضو يعني قريب للفيليه. برضو ما بياخدش معايا وقت. عشان الناس لما تيجي تروح تشتري اللحمه تبقى عارفه بس ايه النوع اللي بيبقى اطرى اكتر، النوع اللي بيبقى ده ينفع في ايه وده ينفع في ايه. اطرى حاجه حضرتك بالنسبه الفليتو. اللي هو الفليتو. واللي هو الستيك. والستيك ايه تاني؟ ما بياخدش وقت. ما بياخدوش وقت في العمليه. دولت اطرى حاجه. وطبعا اي حاجه بتلو. لا ما هو البتلو ما بقاش موجود دلوقتي، بقى نادرا موجود. في سعادتك في اماكن بتبيعه. اي حاجه بالنسبه لموضوع البتلو برده ما بياخدش وقت. حته الكباب البتلو تتبل مثلا قبلها بساعه بساعتين برضه بشتغلها. في عندي مثلا الاسكالوب. حته الاسكالوب برضه ممكن ان انا النهارده بتبلها، عاوزها مشوي عاوزها بانيه برضه ما تاخدش. طب الاسكالوب البانيه لو اتعمل طبعا بالبتلو بيبقى طري، لكن لو اتعمل بالكندوز بيبقى ينفع ولا بيبقى يعني بالنسبه مش بيبقى ناشف؟ طبعا هو البيف. لا 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 لا، في حته طبعا عشان ان انا اقدر ان انا اكلها صح اللي هي طبعا السمانه. دي اطرى حته لحمه بالنسبه لموضوع ان انا النهارده اعملها اللي هو الاسكالوب بقى. يعني اللي عايز يجيب اسكالوب يجيب الحته من السمانه. السمانه طبعا دي اطرى حته ان انا اقدر ان انا اعمل بيها عشان ما تبقاش بتشد معانا. ده حضرتك بالنسبه للطبق بتاعي. اللي هو الرواق باللحمه ما خدش وقت خالص. هاشش كده مش خدش وقت مش خالص مش طري. وهاشش جميل. طب في اللحمه الانتركوت بتتعمل بيها ايه؟ ما هي دي سعادتك الانتركوت ده. طبعا حته لحمه طريه جدا جدا بس بيبقى فيها نسبه دهن. تمام. نسبه الدهن ديت طبعا بتديني اللي هو الجوسي. تمام. بتديني بتطري لي حته اللحمه بتاعتي دي. تعمل بيها تيكاتا مثلا؟ لا لا ده برضو مشوي. مشوي دي حضرتك مشوي. تمام. بقى عاوزاه بصوص روزماري شغال. عاوزاه النهارده بالمستردة. عاوزاه النهارده بالمشروم. لا حضرتك عاوزاها مشوي بس كده مفيش اي مشاكل خالص. اوكي. تمام. لو عايزين نتقل شويه الصوص بنحط لها شويه دقيق حضرتك ولا. النهارده انا بالنسبه للصوص بتاعي انا شغال اهوت. طبعا انا حاسس ان الصوص كان خفيف. فابتديت ان انا اديله شويه اللي هو الصوص ديميجلاز. الديميجلاز ممكن تقله شويه. طيب. طبعا أوكي. هيربط بدل معايا يعني. هيربط معايا الطبق بتاعي. تمام. لو حد بقى حابب بقى يتحط عليها مشروم بقى يظبطها هو مع نفسه بقى ممكن تتعمل. بالنسبه لحضرتك يعني انا النهارده عاوز الطريقه بتاعت حته الفيليه اللي انا عاملها ديت اللي هو بصوص البيبر. اللي هو الفلفل مجروش. ممكن النهارده بشيل اللي هو الفلفل، ممكن النهارده بجيب مشروم فريش او اللي هو الكنز. ونفس الكلام برضو بديله فلب الزبده. تمام. مع سنه بصل صغير. بعد كده بنزل بالفيليه بتاعي بصوص الديميجلاز بتاعي. بعد كده شويه الكريمه اللباني. وبظبط الملح بتاعي. يعني ممكن قطعه الفيليه دي تتعمل باكتر من طريقه عشان مش مشاكل حضرتك
النهارده زي ما حضرتك عاوزاه، عاوزاه النهارده بالمشروم مفيش عندي اي مشكله، عاوزاه النهارده حضرتك مثلا بالروزماري مفيش عندي اي مشكله خالص. الصوص اللي حضرتك عاوزاه النهارده زي ما انت عاوزاه. ماشي، البطاطس البيوريه هي بقى مختلفه عن البطاطس الثانيه، ان هي سايله اكتر عن البطاطس الثانيه اللي هي البطاطس البطاطس دي يعني. حضرتك بتقعد دقيقتين بالظبط بتبتدي انها تربط معايا كده. عندي الفليه بتاعي جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك تقدر تشم الريحه، هي ريحه طالعه فعلا بتاعت الفلفل والشكل بصراحة. نفسه كمان عايزينه جميله بصراحه، يعني كانكم عايزين بتاكلوا في ريستوران. هو نفس الطبق اللي بنقدمه. ممكن بالنسبه للصوص ده بيتقدم برضو تمام في قلب طبق كده، بتبقى ايه زياده بالنسبه للتشغيل بتاعي. حد عايز يعمله بالبيوري يعمله، حد عايز ياكله برز جنبيه ممكن. مفيش مشكله حضرتك، ده بيتقدم مع رز ابيض. ممكن بيتقدم مع خضار سوتيه. ايوه خضار السوتيه بقى حضرتك زي ما انت عاوزه، عاوزه خضار سوتيه ممكن مشوي ستيم، مفيش اي مشاكل خالص. تمام، انت هتبدا في السلطه ولا نطلع الرقاق الاول؟ انا في عندي الرقاق بس اللي هو هبص عليه حضرتك كده. اوكي، برضه جميل قوي. شويه صغيرين، جميل قوي قوي داخل على اللي هو وسهل جدا جدا، ما بياخدش وقت خالص. وحضرتك بقى هيبقى اجمل كمان اللي هو بالجبنه. اللي هو الرقاق بالجبنه، هو بقى اللي بالجبنه ده ممكن الولاد يحبوه اكتر. جميل حضرتك. ممكن ده يعتبر زي الكريب بالظبط. ايوه حضرتك ممكن تشكليه بقى، تديله فلفل الوان. تمام، مشروم، زيتون اسمر. يعني يعتبر زي، وبرده يعتبر زي قريب من البيتزا. ايوه يعني بالنسبه للطريقه ديت انا بعملها عندي لاولادي في البيت بياكلوها اكن بياكلوا بيتزا بالظبط. زعتر والزيتون اللي هو الاسمر الشرايح، فلفل الوان، ممكن المشروم. ولو حد بقى مثلا ست البيت عندها متبقي مثلا فراخ، متبقي حاجه ممكن تعملها كده تشوحها وتقوم حاطاها. وممكن حضرتك لو انا النهارده في عندي مثلا في فراخ مسلوقه، في عندي فراخ روستو مثلا عاملاها في قلب الفرن، مفيش عندي اي مشكله خالص. مفيش حاجه تترمي يعني النهارده، احنا مفيش اي حاجه تترمي. ست البيت النهارده ممكن تتحط فعلا في الرول. ممكن النهارده شويه فلفل الوان زي دولت مع بصل. تمام، مع شويه زيتون، واعمل نفس القصه ديت. جميله قوي، مع جبنه موزاريلا طبعا. شويه جبنه موزاريلا وشويه جبنه رومي وشويه زعتر، خلاص الدنيا بتاعتي خلاص بالزبط. انا اكني النهارده واحسن من المطعم، احسن من المطعم بكتير. يعني انا النهارده ما بعمل طبق زي ده في قلب البيت واعلم برضو اولادي. يعني انا النهارده اجيب عندي بنت صغيره اوقفها برضو معايا على ال زي ده. تمام، وهزرع فيها انها النهارده تبتدي يعني تعمل اكلها وتتعلم وتعمل يعني اطباق جميله. طيب ولو حابين يعملوه في الفرن عايزه هدي نفس الطعم؟ مفيش اي مشكله. هي هي مش كده؟ طبعا عندي اللي هو التيفال، الطاسه اللي هي التيفال، بديها شويه سمنه وبدي رقات كده، هو نفس الشغل البيتي بالظبط. بدي شويه سمنه، بدي يعني ورقتين شويه سمنه، وبعد كده ان كان الجبنه او اللحمه بدي اللحمه بتاعتي او جبنه، والكلام بتاعي بدي شويه سمنه من على الوش. بعد كده بقطع اللي هو الجلاش بتاعي بدخله الفرن. ابتدى ان هو احمر، ببتدي ممكن ان انا اقلبه تاني وبنزله في قلب ال، او اعمله من تحت وفوق، او اللي ممكن حضرتك شغال من تحت ومن فوق. لو انا عندي بوتاجاز بتاعي قوي كويس مفيش اي مشكله خالص. بشيك برضه على الحاجه، يعني هي لو حاجه صغيره، لو حاجه عشا مثلا صغير ممكن على النار من فوق زي كده ما الشاف عملها لنا يعني. لكن لو عندك عزومه بقى ولازم صينيه كبيره فبالتالي هتبقى في الفرن اوقع شويه. دي السلطه؟ سعادتك كده بالنسبه للسلطه بتاعتي. طيب الدريسنج بتاع السلطه ده هيبقى ايه؟ لا انا كده من غير بتاع كده بالنسبه لي حلو قوي. يعني انا بالنسبه لي في، انا ممكن اديله زيت زيتون وليمون وملح، ممكن اجيب مستردة تمام وزيت زيتون وملح وسن الثوم وزعتر. يعني مفيش مشكله يعني في كذا طريقه، كذا دريسنج زي ما اللي بيحب بقى. وفي ناس ممكن تاكله كده، وممكن حضرتك في اللي عنده بقى مثلا لا قدر الله ضغط عنده حاجه من الحاجات دي عشان ما يبقاش عليه الملح كتير فياكلوا كده من غير، ممكن يحط زيت زيتون بس. ممكن شويه زيت زيتون حضرتك. تمام، ممكن اعصر ليمون بس. رشه ملح خفيفه. هو كل ما كان الاكل طبيعي كده ما فيهوش زيوت وما فيهوش الكلام ده
يعني كل ما كانت المعده مستريحه بصراحه. اه طبعا. ده نعناع؟ اه ده نعناع كده، هدي بس. شكلا بس لكن شكلا مش بس. لا لا، في ناس بتحط نعناع باودر على السلطه اللي هو بيبقى ناشف، هو نعناع ناشف ده بالنسبه طعم حلو للسلطه. ده حضرتك تعملي مثلا النهارده بتعملي سلطه اللي هي الزبادي، تمام؟ احسن حاجه ليها شويه اللي هو النعناع اللي هو المجفف، بيديني يعني ريحته نفاذه جامده، غير كمان اللي هو الطازه ده. ممكن الست تعمله في البيت، تجففه في البيت، مش لازم تشتريه جاهز. ما تشتريش حضرتك النهارده، انا جايب نعناع اخضر باخد منه اللي انا عاوزه، بالنسبه ان انا لو انا النهارده مثلا باخده مثلا مع الشاي، باخده مع اي حاجه، مع السلط، ما رميش حاجه. هبتدي ان انا النهارده يعني بحطه في قلب صينيه وفي حته كده جافه كده، يوم اتنين خلاص نشف، ببتدي ان انا افركه وبعينه في قلب برطمان في قلب المطبخ بتاعه، بستخدمه في اي وقت. طيب عايز اسالك على الـ الـ لو ده اتعمل بالرقاق هيبقى نفس الفكره؟ مفيش اي مشكله خالص. مش بالجلاش؟ مفيش اي مشكله سعادتك، لو انا النهارده هعمله بالرقاق، عندي طاسه او عندي صينيه. طيب عاوز اعملها؟ اتفضل. خلاص لو معلش انا هستاذنك بس عشان لازم نرفع لاذان العصر ونرجع نكمل مع حضراتكم. نرفع مع حضراتكم لاذان العصر.